أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بدأ اليوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، استقبل خلالها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس. خلال هذا الاستقبال حرص بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف. هذه المناسبة جدد الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق. وتم الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة وتشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. أجل مناقشة هذا الموضوع نستضيف الأستاذ عبد الحق صنيبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. مرحبا بكم أستاذ الكريم. مرحبا بكم أخي الكريم وتحية لكم ولمشاهدين قناة ميديا أنتيل. دعني أبدأ معك بالبيان المشترك الذي صدر قبل قليل لهذه الزيارة، أسرد بعض النقاط حتى يتم التفصيل فيها. بالنسبة لقضية الصحراء، إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وبالجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق عليه. إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدم المغرب في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لهذا النزاع. أيضا هناك مجموعة من النقاط المتعلقة بمعالجة جميع المشاكل بثقة عن طريق الحوار، عدم اللجوء إلى سلوكيات منفردة، حرية تنقل الأشخاص والبضائع. أهم ملاحظاتك على هذه النقاط؟ أعتقد أخي الكريم أن ما جاء في بيان السيد رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز ما هو إلا إعادة طرح ما جاء في رسالة تم توجيهها إلى جلالة الملك محمد السادس، وبالتالي هو أعاد التأكيد على أهمية قضية الصحراء بالنسبة لجميع المغاربة، هو أعاد التأكيد على قضية الشفافية والتواصل الدائم، وأعتقد أن النقطة ديال التواصل الدائم نقطة مهمة. وفي هذا الإطار تم تجديد الزيارة ديال رئيس الحكومة الإسبانية، أعاد التأكيد على موقف إسبانيا من قضية الوحدة الترابية المغربية للمملكة من خلال التأكيد على مقترح الحكم الذاتي للمملكة كحل أكثر جدية لحل هذا النزاع، أعاد التأكيد على الاختصاص الخاص بالأمم المتحدة في حل حالة هذا الملف لإيجاد حل متوافق عليه هو دائم وعادل لجميع أطراف، ولم يتحدث على مصطلح الطرفين الذي كان يستعمله فيما سبق. وأيضا أكد على أنها إسبانيا ستعمل ما في وسعها على ضمان الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهذا في اعتقادي وفي اعتقاد جميع المحللين والخبراء الاستراتيجيين أن هذا التحول الجذري في الدبلوماسية الإسبانية التي اعترفت أعتقد بما في الكلمة معنى مغربية الصحراء، وهذا ينبغي في إطار الدبلوماسية ديال المحاور التي أصبحت منها المغرب والتي أدت إلى مجموعة من الاعترافات في الصحراء المغربية. وما الاعتراف الإسباني أو الموقف الإسباني إلا امتداد الموقف ديال الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي نحن نعيش اليوم منعطفا تاريخيا في الدبلوماسية الإسبانية التي أعادت قراءة البيئة الاستراتيجية المعقدة في المنطقة وارتأت إلى ما يمكن أن تربح من خلال علاقتها الاستراتيجية مع المملكة المغربية أكبر بكثير مما يمكن أن يعود عليها في حالة التنازل عن المغرب، خاصة أن المشكل للوحدة الترابية يؤرق حتى إسبانيا، ونحن نعلم أنه من 4 سنوات أنه مرت إسبانيا من الزجاجة فيما يتعلق بالمشكل الكتابي. هناك أيضا لغة إيجابية في هذا البلاغ المشترك، هناك نقاط أيضا يعني ترد الآن، وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم مرحلة غير مسبوقة في علاقات البلدين. صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس والملك محمد السادس يدعون للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة. وبهذه الروح يعتزم البلدان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة كذلك. أنا أعتقد أن النقطة المهمة التي تم الإشارة إليها من طرفكم هو النقطة التي تدخل عاهل المملكة الإسبانية في هذا النزاع، وبالتالي نحن نعيد إلى الأذهان أن كل ما كان هناك تشنج في العلاقة المغربية الإسبانية إلا ويكون تدخل على مستوى أعلى هرم الدولة وأعلى من الدولة، نعتبر أن البناء المؤسساتي على مستوى الملكية فهو يتشابه
رغم مجموعه من المشادات ومجموعه من التناقضات التي يمكن ان تحدثها، مجموعه من الاختيارات على مستوى التدافع السياسي المعقد داخل المملكه الاسبانيه. كذلك اشار الى نقطه مهمه هي نقطه الشراكات الاقتصاديه، وحينما نتحدث حتى عن الابعاد الجيوستراتيجيه فنحن نعني بذلك يعني استغلال الجغرافيا لتحقيق الاهداف الاستراتيجيه للدول. التقارب بين المغرب واسبانيا، وانت رايت الاستقبال للرئيس المغربي لرئيس الحكومه الاسبانيه على الصوره ديال طارق بوزياد، يعني ان تاريخ ان 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 علاقه ضاربه في التاريخ تعود لازيد من حوالي 12 قرن من التاريخ ديال العلاقات بين البلدين، وبالتالي ان اسبانيا تعتبر بان المغرب هي بوابه اوروبا نحو افريقيا، المغرب يعتبر اسبانيا هو بوابه افريقيا نحو اوروبا، وبالتالي ان هذه التقاطعات يجب ان يتم حلحلتها في اطار من التوافق، في اطار من المرجعيات التي تخدم المنفعه الوطنيه للبلدين. واعتقد ان هناك مجموعه من الملفات لا على المستوى الامني لا على المستوى السياسي لا على المستوى الاقتصادي لا على مستوى الشراكات، وانا اعتقد ان المغرب وضع شرطا من خلال خطاب الملك السابع بمناسبه الذكرى لا ديال المسيره الخطاب السابقه والمغرب، ان المواقف الواضحه والاعتراف الصريح هي مقدمه واساس يمكن البناء عليه المرور الى الشراكات الاقتصاديه والتجاريه، وهذا ما اقتنعت به اسبانيا، واعتقد هذا ما دفعها الى اتخاذ هذا التوجه الذي يخدم المصالح البلدين وليس المغرب فقط. دعنا نتوقف عند استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية يعني المغرب بدعوة الملك محمد السادس. دعنا نتوقف عند أيضا مضامين بلاغ الديوان الملكي والمحددات الأساسية لهذا الاستقبال الملكي. وأصلا الرسالة لبيدرو سانشيز التي حدد من خلالها النقط الثمانية الأساسية التي تحدثنا عنها، وجاء يعني تم تلاوتها من طرف الدول الملكية، وبالتالي المغرب يتفاعل بإيجابية. واحد، كلما تقدم الإنسان منا خطوة تقدم إليه خطوتين، وبالتالي كانت المبادرة الملكية مبادرة تؤكد حرص المغرب هو الآخر على بناء جسور ثقة وجسور تعاون، وما دعوت جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلا دليل على حسنية المغرب ودليل على اقتناع المغرب بهذا التغير ومباركته، وبالتالي الذهاب بعيدا في مشوار مسلسل العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا. وهذا يؤكد مرة أخرى الملك محمد السادس كان في خطابته أنه يتابع العلاقات الإسبانية المغربية بشكل يومي وبشكل دقيق، وهذا التدبير السليم والعقلاني والذكي هو الذي ساهم في إخراج العلاقات المغربية الإسبانية من عنق الزجاجة. وأعتقد أن اليوم كان هناك يعني مقالة صحفية الواشنطن تايمز التي قالت بالحرف أنه يمكن لروسيا والعالم أن يتعلم من الدبلوماسية المغربية. يعني يفهم اليوم ومن خلال هذا الاستقبال أن الحكومة الإسبانية اليوم تقوم بشرعية مبادرة الحكم الذاتي والاعتراف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. تعني أسألك عن الظروف التي أحاطت بصنع القرار السياسي داخل إسبانيا الجديدة كما توصف. أول السيد بيدرو سانشيز في الرسالة ديالو السابقة قال بأن إسبانيا سوف تتخذ الخطوات اللازمة لإجراءات هذا الموقف هذا، وقال بأن هذا الموقف ليس موقف مجرد موقف للحكومة ولكن موقف للدولة، هو موقف سيادي للدولة يخدم المصالح العليا لإسبانيا في ضرب مجموعة من ردود الفعل الارتجالية لبعض الدول التي ربما لم تستوعب يعني القرارات التي تتخذ على المستوى الاستراتيجي وليس بمنطق الاستراتيجي والمنطق تدمير أزمة. أعتقد بأن إسبانيا التي تعاني من مشاكل ديال الانفصال ومنتهي الوحدات الترابية، كذلك أوروبا ما يقع الآن في أوكرانيا وروسيا هو من نتائج ومتظاهرة للأزمة والآفة ديال الانفصال، ما يقع الانفصال مثلا أوكرانيا، ما يقع تهديد روسيا بتقسيمها إلى ثلاث دول، روسيا السيبيرية روسيا الشرقية روسيا الأوروبية، العالم أصبح يعلم الآن أن مشكل الانفصال هو آفة العصر. حتى حينما من بين المشاريع ومن بين النقاط ومن بين الملفات الحساسه التي تم تدارسها في التواجد ديال بيدرو سانشيز في المغرب هو ملف ديال الارهاب، خاصه انه منذ مشاريع قليله لاحظنا هناك تفكيك ثلاث خلايا ارهابيه في المغرب في الجزائر في تونس، وبالتالي هناك توجه للمواجهة الارهابيه للعدوى الجنوبيه البحر الابيض المتوسط، وبالتالي ما هو الارهاب في الاول والاخير هو محاوله خلق مناطق التوحش وفصل المناطق التي تبعد على مراكز الدوله وخلق كيانات منفصله عن الدوله. أزمة ديال الانفصال لا يجب التعامل عليها بحزم، وحتى حينما نتحدث عن القضية ديال الوحدة الترابية التي تم تصنيفها يعني
بدون عقلانية في اللجنة الرابعة. اللجنة الرابعة خرجت بصراحة مهم وقالت لا يمكن استغلال اللجنة الرابعة لبلغنة إفريقيا. وبالتالي نحن نعتقد أن الأمم المتحدة مجلس الدول من خلال القرار 1902 الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، التحول الرومانية، التحول في الاتحاد الأوروبي ديال فرنسا والإسبانيا، كلها تقطع بأن الانفصال يمكن أن يشكل بؤرة تهدد المصالح العالم وتهدد مجموعه من التوازنات الاستراتيجيه في شمال افريقيا وفي منطقه الساحل الصحراء. وانا اعتقد ان منطقه مستقره او شمال افريقيا مستقره يعني ان اوروبا مستقره، وبالتالي يجب القطع مع المشاكل التي ادت الى هذا الجمود في العلاقات منذ 4 سنوات وما زال هذا الشيء منذ 8 سنوات. بحسب البيان أيضا المشترك، يعني استمرارا لما كنا نقول وبهذه الروح يعتزم البلدان وضع خارطة الطريق الدائمة والطموحة. أيضا الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية تحدث عن أو أكد على ضرورة فتح مرحلة جديدة في علاقات البلدين. ما هي ملامح هذه العلاقات الجديدة وإطارها أيضا؟ أعتقد أخي الكريم أن الإطارات يمكن أن تخرج عن 3 مستويات أساسية. أولا المستوى السياسي من خلال وضوح المواقف الإسبانية والمواقف المغربية. المواقف الإسبانية الآن أصبحت واضحة من قبل المواقف المغربية. هناك الملف الأمني، والثاني ما يتعلق بالهجرة الشرعية، ما يتعلق بمراقبة الحدود، ما يتعلق بمحاربة الظاهرة الإرهابية، ما يتعلق بالتعاون الأمني، ما يتعلق بالشراكة الأمنية. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة هي بطبيعة الحال الشراكات الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن يتم نقاشها، خاصة أنا هناك ملفات ملف الفلاحة، هناك ملف شائك جدا نفسي، خاصة أننا أمام المستوى ديال لابيل ديال استئناف ديال القرار ديال المحكمة الأوروبية، وبالتالي هناك مجموعة من القضايا التي يجب طرحها كون باكيج التي يجب حلها. وهذا ما كانت تخطئ في إسبانيا التي كانت تحاول في الماضي أن تعالج كل ملف على حدة. المغرب لا، قال بأننا يجب أن نحل جميع المشاكل وأن نجلس إلى طاولة المفاوضات وأن تتضح الروحية وتتضح المواقف لكي نذهب بعيدا في حل جميع الأمور. نتعاون فيما هو أمني، نتعاون فيما هو سياسي، ونتعاون بطبيعة الحال فيما هو اقتصادي من خلال مجموعة من الشراكات. وأعتقد بأن الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية تفتح يعني آفاق كبيرة جدا وجد مشجعة للشراكات، ليس بين المغرب وإسبانيا فقط ولكن بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما جعل المغرب يعتبر من طرف الجميع كحليف استراتيجي وصديق موثوق له. وهذا ما أكده حتى بيدرو جونسيس في رسالته حينما قال أننا سنقوم بخطوات عملية لتفعيل هذه المواقف الجديدة في المملكة الإسبانية. يعني هي إسبانيا ذهبت إلى القرار العقلاني والواقعي، والمغرب طبعا لم يكن يقبل بموقف دون ما هو حاصل الآن، دون هذا الموقف الإسباني وموقف واقعي بالدرجة الأولى. البلاغ الذي كنا نتحدث عنه في استشراف للمستقبل على مستوى مجموعة من المحطات كنت تتحدث عنها، الأمني، التجاري، الاقتصادي، أيضا في بلاغ يعني الديوان الملكي أيضا ورد محطات ثقافية. هناك وعي بأهمية التقارب يعني الثقافي أيضا بين البلدين، وهو تم التركيز عليه أيضا بصفة خاصة. تعلم أخي الكريم الثقافة المغربية والحضارة المغربية، أن المغرب ساهم في صناعة قرون من الحضارة الإسبانية، وتعلم أن المنطقة جلها بأنها كان المغاربة يعني أثر في بناء الحضارة والثقافة. وفي الوقت الذي كانت هناك المستعمر كان يترك أثر الدماء والأشلاء، كان المغرب يترك له بصمات الحضارة والثقافة والتراث، وهذه التي لا زالت إسبانيا بحدها تفتخر بالمسار أو المغرب في هذه المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد بأن كان هناك تقاطعات تاريخية مهمة، وهناك حتى حينما نتحدث عن الموريسكيين، حينما نتحدث عن التراث النمادي، فنحن نتحدث عن التقاطعات التي اعتقد ستكون مجرد امتداد لمجموعه من الاتفاقيات المهمه ومجموعه الشراكات المهمه التي تكون هي مركز ثقل العلاقات بين المغرب واسبانيا. اتحدث عن المشكل الامني، اتحدث عن المشكل السياسي، ما هو اقتصادي، ما هو تجاري، ثم تاتي ما هو اجتماعي وما هو ثقافي وما هو علمي. هذه تاتي كارتدادات وكانعكاسات على التعامل الاصلي اللي هي الملفات الحساسه، وانا اعتقد الملفات التي كانت تحول دون الرقي او الارتقاء من العلاقات المغربيه الاسبانيه الى مسار العلاقات التي يتمناها لا العاهل الاسباني ولا العاهل المغربي لما جلاله الملك محمد السادس. برايك ما الان يعني التاثيرات المحتمله القادمه لهذه العلاقات الجديده بين المغرب واسبانيا؟ بالفعل انا اعتقد اخي الكريم اننا نعيش كما يقال
الفترة الأخيرة لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لاحظنا بأن المغرب هناك من قال بأن دبلوماسية المحاور أصبح المغرب يلجأ إليها لكسب مجموعة من هموم التحرك، وهذا معطى خاطئ وغير دقيق، لأن دبلوماسية المحاور المغرب كان يلجأ إليها منذ 16 بالضبط، منذ أيام أحمد المنصور الذهبي حينما كان التعامل مع مجموعة من الإمبراطوريات التي جعلت المغرب تحتفظ على مكانتها وعلى قوتها كإمبراطورية قوية في المعادلة الدولية. حاليا كان هناك دبلوماسية ديال الاعترافات، هناك مجموعة من الاعترافات التي تم تجسيدها من خلال فتح مجموعة من القنصليات في منطقة الصحراء المغربية. هناك الاعتراف الأمريكي القوي، أمريكا يعني أقوى دولة في العالم وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي صاحبة القلم حتى في هذه الصحراء المغربية. هناك الموقف الألماني الجيد، وهناك الموقف الإسباني، وأعتقد حتى بريطانيا في القادم أن هناك تصريح للبرلمان السابق أوتاواي الذي قال بأن ضرورة بريطانيا، قال اليوم قال ضرورة بريطانيا تتخذ نفس الموقف الذي تتخذ في إسبانيا، وخاصة أن هناك شراكات جد جد مهمة تتزوج 21 مليار دولار مع بريطانيا، وأنا المغرب لم يذهب بعيدا في هذه الشراكات إذا لم يكن هناك موقف صريح من المملكة البريطانية في هذا الموضوع. أعتقد أن مسألة الاعتراف البريطاني بالقضية المغربية هي مسألة وقت لا غير، وبالتالي أعتقد أن هناك تهافت كبير للاعتراف المغربي للصحراء والطينية لهذه الملف. وإذا ما لاحظتم آخر كلام أن ما جاء على لسان السفير الدائم للمملكة المغربية في الأمم المتحدة السيد عمر هلال من خلال حديثه على ما يقع المخيمات، وحديثه على أن مسألة عودة على القضية إن الوطن غفور رحيم وعودة المغاربة من مخيمة تندوف، المغرب هو رأي على اعتبار أنه لم يقبل إلا من هم مسجلون في النوع الإسبانية التي وضعتها إسبانيا سنة 1974. ماذا نفهم من هذا المعطى؟ أن المغرب من الآن يحضر لأجرة الطي النهائي لهذا الملف من خلال يعني استعداد باستعادة مواطنيه المحتجزين في مخيمة الدولار، وتبقى جمهورية تندوف على حالها ويبقى المرتزقة، وتبقى الجزائر في مواجهة قنبلة موقوتة لن تنفك منها، وحال نلاحظ ما يقع في المخيمات، نلاحظ ما يقع في جنوب الجزائر، نلاحظ ما يقع في شرق الجزائر، وبالتالي هناك تقييم. هل نفهم من كلامك المغربية في مقابل فتح ملفات هل نفهم من كلامك أن المغرب بات يضع شروطا جديدة بالنظر إلى كل هذه التحولات الإيجابية على مستوى ملف الصحراء؟ الحال أن المغرب قال إذا قلت أننا عند الوطن غفور رحيم، فأنا غفور رحيم بالنسبة للمواطنين المغاربة المحتجزين الذين هم مقيدون في اللوائح، والذي اعترف السفير الدائم للمغرب في الأمم المتحدة أنه يتجاوز العدد 10%. باقي مرتزقة جاءوا من موريتانيا، جاءوا من تشاد، جاءوا من مالي، غربا من مولات الحروب، وبالتالي من أتى بهذه المرتزقة هو الذي يتحمل المسؤولية في ردهم إلى أماكنهم. وهناك مشكل أمني حقيقي في التندوف إلى درجة أن هناك يعني كلام صرب على أساس أن الجزائر قامت بترسيم الحدود مع جمهورية جديدة فوق التراب التندوفي، وأن هناك محاولة تستر الحدود بين النظام العسكري الجزائري وبين البوليزارو، لأن فعلا هناك قنبلة موقوتة في الجزائر. لذلك تدخل المغرب وقال أن الطي النهائي لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا من خلال الشروط المغربية، من خلال عودة من هم مغاربة، من هم مسجلون في اللوائح ديال 1974. بطبيعة الحال هم خارج هذا الإطار اللي كما نقول يعني يعني نعلم أن إسبانيا لها علاقات تاريخية بهذا الملف، لها تأثير في أوروبا وأمريكا اللاتينية. بما أننا نتحدث عن قرار إسبانيا بدعم من الحكم الذاتي، نتحدث عن قرار جيوستراتيجي، نتحدث عن قرار جيوسياسي على هذا المستوى، هل باعتقادك بتنا نعيش الأمتار الأخيرة لحسم هذا النزاع الذي عمر يعني طويلا؟ في الكريم من تخصص الدراسات الاستراتيجية والأمنية عندما تقرأ بنية الخطاب، حينما تقرأ النصوص القانونية، فأنت ترى بأن هذا الملف حسم بالنسبة لي. حينما يتحدث عن قرار ديال مجلس الأمن الدولي 2602، فهو لم يعلق على التحرك المغربي نحو الهرقرقرات من أجل تطهير معبر الهرقرقرات من العصابة ديال البوليزار التي حاولت عرقلة مرور الشاحنات الضائعة التجارية. وعدم حديث مجلس الأمن عن النقطة هو اعتراف صريح بمغربية الصحراء وبحق المغرب في التحرك السيادي، إن حينما تتحرك على الأوساط الأمنية والعناصر العسكرية فأنت تقوم بممارسة حق سيادي، وحينما لا تتحدث الأمم المتحدة فهذه مباركة بأن هذا التحرك سيادي. وأنا أعتبر منذ 26 سنة قلت من هذا المنبر مع القناة اللي أنسلي بأن الأمم المتحدة حسمت أمرها واعترفت بمغربية الصحراء. هناك نعيش الآن مسألة ديال الأجرة، أجرة ديال القرارات
الاتحاد المغربي للصحراء من خلال مجموعه من الاعترافات المهمه. بدانا بافريقيا، مجموعه من الدول العربيه، والان نحن في يعني وصلنا حتى الكاريبي، وهناك المنتديات الامريكيه، وهناك الدول القادمه في الطريق. وبالتالي نحن نعتقد باننا يعني في اطار الحسم، في اطار اجراءات الحل، ليس في اطار ايجاد الحل ولكن في اطار اجراءات الحل. وهنا قال السيد ناصر بوريطه وزير الخارجيه بان المساله ديال المغربيه للصحراء لا نقاش عليها، وانما الحديث عن الاجراء. وهذا ما قاله حتى رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو شانسيس حينما تناقش مع مجموعه من البرلمان الاسبان، قال بان الموقف الذي قامت به اسبانيا قامت به اهم الدول في العالم. وبالتالي هذه قناعه، ان الجميع عنده قناعه بان هذا المشكل عمر اكثر من اللازم. واعتقد ان تقرير ديال الدستور الشهر 4 سيحمل مجموعه من النقاط الايجابيه في مسار التراكم النهائي لهذا النزاع الذي عمر اكثر مما يجب. برأيك كل هذه التحولات كيف ستنعكس على مجهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورة باتجاه يعني حل هذا الملف؟ دي مستورة كيف سيتصرف الآن، يعني كيف ينظر إلى كل هذه التحولات؟ حينما نتحدث عن دي مستورة نتحدث عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة ما لا يفعل إلا انعكاس المواقف ديال الأمم المتحدة وإلا تفعيل القرار ديال الأمم المتحدة. وبالتالي ستيفان دي مستورة أخي الكريم لا يمكن أن يذهب يعني في اتجاه يتعارض مع التقرير ديال الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، والذي أعتقد أنه كان أقوى تقرير لأمين عام خلال أزيد من 40 سنة من النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، الذي أكد فيه على السيادة المغربية في الصحراء وأكد على التعاون المغربي في المجال الحقوقي، وأكد بأن البوليزاريو التنظيم الانفصالي لا يسمح حتى بمراقبة الوضع الحقوقي والوضع الميداني شكل الحزام الأمني. وبالتالي أعتقد بأن ديمستورا ليس هنا من أجل إيجاد حل أو الحديث على مغربية الصحراء، ولكن أكثر من أنه جاء لأجراءات قرار اتخذ قبل المفتعل وفق المنظور ديال المغرب اللي هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار واحد وحيد لحفلة الملف النهائي ديالو. بالمرور إلى أمور أخرى، أنت تعرف أن هذا المشكل ديال الصحراء المغربية لا يعني يمكن فصله على الشراكات المغربية الأمريكية والشراكات الاستراتيجية والشراكات الأمنية، وعندنا اتفاق أمني بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وهناك يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المغرب بأنه قاعدة متقدمة لمواجهة التهديد العسكري الذي تمثله إيران والتهديد الأمني تشكل التنظيمة الإرهابية، والمغرب لا يمكن أن يقوم بهذا الدور طالما انا كان محيطا المجال الحيوي ومحيطا الجيوستراتيجي مهددا مثل البوليزاريو الذي يعتبر قاعده متقدمه للتنظيمات الارهابيه، والتي اثبتت جميع التقارير بانه له علاقات مهمه معها، له يعني اكثر من 100 قياده من البوليزاريو في شطور التنظيمات الارهابيه. كان التنظيم السابق التنظيم داعش في منطقه الساحل الصحراء كان قيادي في تنظيم البوليزاريو عدنان ابو الوعد الصحراوي. كان هناك تقاطعات، ثبت بان هناك تقاطعات بين تنظيم البوليزاريو والتنظيمات الارهابيه فيما يسمى بنظام المتاركه، تركوا التركه ما تركوا، وبالتالي هناك تنسيق. وبالتالي المغرب لا يمكن ان يقوم بهذه المهمه الحساسه اذا لم يكن هناك مقابل، والمقابل هو ضمان وحدته الترابيه، ضمان اعتراف الدولي للمغرب للصحراء بالمرور الى شراكات ابعد من ذلك، الى شراكات تجمع الولايات المتحده الامريكيه، المغرب، افريقيا، وكذلك اوروبا، المغرب افريقيا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الحق صنيبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، كنت ضيفنا هذه الليلة. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة، ألقاكم بخير بحول الله، فإلى اللقاء.